لقد خبأ الله لك الأجمل حين لم يعطيك ما تريده بشدة، وأخفى عنك حكمة ما يحدث لك في سائر حياتك. وما دامت نيتك طيبة فلن يكسر الله قلبك وسيجبر خاطرك، ومن غادرك رغم تمسكك به أنه لم يكن مناسبا منذ البداية، وستعرف ذلك حين يعوضك الله بمن هو خير لك.